يعني تجد نفسها هذه الدول تسير في ركاب التطبيع أمام شعوبها محرجة اليوم بعد الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني؟ هو لا شك أن قوة المقاومة والرسائل التي ترسلها المقاومة في كل المنطقة تعزز الشعور الوطني لدى الشعوب وتحرر إرادات الشعوب. ولذلك اليوم السؤال: من يدعم من؟ هل شعوب المنطقة هي التي تدعم المقاومة، أم المقاومة هي التي تدعم تحرر تلك الشعوب؟ هذا كان باستمرار، كل ما تتصاعد وتيرة المقاومة في الأراضي المحتلة كل ما إرادة شعوب المنطقة تتحرر أكثر. لماذا؟ لأن هذه المقاومة تعزز الإحساس والشعور بالانتماء الوطني لهذه الشعوب وتحررها من هيمنة الاستبداد. نتذكر أنه في تونس في مرحلة بن علي، ورغم كل الاستبداد الذي كان يمارسه على القوى الحية في المجتمع، إلا أنه لم يستطع في كل مرة أن يكبل المد الجماهيري والمد الشعبي الداعم لفلسطين والداعم للمقاومة الفلسطينية ولقضية فلسطين، لعل آخرها كان سنة 2009 أيام الاعتداء على غزة، وكيف خرجت الجماهير في تونس لتدعم المقاومة رغم التضييق الأمني والتضييق البوليسي من نظام بن علي. لذلك عندما نتحدث عن المقاومة لا نتحدث فقط عن الداخل الفلسطيني، أهمية المقاومة أيضا أنها تستنهض شعوب المنطقة من أجل أن ترفع أفقها السياسي وسقف طموحاتها السياسية. فهذه الشعوب التي كانت خانعة لأنظمتها المستبدة والمتسلطة والمرتهنة للإرادة الأمريكية بالأساس من خلال تمرير صفقة القرن وموجة التطبيع المتسارعة والمتهالكة التي شهدناها خلال خاصة سنة 2020 من 4 أو 5 أنظمة عربية دفعة واحدة، هذه المقاومة أوقفت هذه الموجة، موجة التطبيع، بل إن كثير من هذه الشعوب، ورأينا خطابات رسمية من بعض مسؤولي كبار في دول طبعت مع إسرائيل، لم تجد بدا من التنديد بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين لا لشيء إلا حماية لعروشها وحماية لسلطتها أمام شعبها، لأنها تخشى أنها إن اتخذت موقفا يجاهر بالعداء للمقاومة فإنها ستلاقي من هذه الشعوب النقمة وربما تعمل حتى على إسقاطها كما حصل ربما في بعض المناسبات السابقة. نعم. إذن نعم. مهم جدا الانتباه لهذا الموضوع، أن المقاومة ومن خلال هذه العملية قد أسقطت نهائيا صفقة القرن وأوقفت موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني في المنطقة، وستفتح إن شاء الله صفحة جديدة في التوازنات الجيوسياسية في المنطقة بما يعزز موقع المقاومة وموقفها وبما يعزز أيضا منزع التحرر الوطني لدى شعوب كل المنطقة العربية والإسلامية. نعم.